يعني أمة الإسلام كا أنت يسوع نانكر ثم كيسوع نادامبا إلهي ينسي بلاريو وأنت كنا يكسر بيران وهذا مثلا الشركة القمة الإسلامية في ماليزيا ومحمد مهاتيري أردوغان ومراسي أي يعني سوء معنا يعني أردوغان إليه مسلمين تقول مثل تري إليه هل مليار يتبقى بقول مليون أوقف إن وقعوا للمغلي وايه وأنا بيه السابتنين والله إنه عن داشة السبقنين لكن ده دم نوع عن نقومه ولا نروح السابتنا يا شن بيه أي دون كوردان إنت أسوء مليار يكون مليون يا حال فيتو أيه مليون لحد ما هم كمجد وعشان بيه كده انت اسوء مسلم او هل مليار يتدور بقول مليون وقف عنا هل فيتو حكومة لها ما قاعد انا احشي جمالك قضايات كوغانا يعني ساعة عاجلة يوم حكومة سيو دونا لغي يالا ملك الله ماشي يسلك تالي اوقع عيالي ملك انا كانت كم بحنا دب نوع جرة سيو الله ما وطلب لكمتم خير امة اخرج من الناس انا نغل تامرون بالمعروفة تنون على المكان لتكون شهداء على الناس وما راح انا نكل علمه مرخاتك نقول عيالي مجرد لكن مع الاسف يعني هزال متوحقة لغب عليك لكن هذا العام وقتا شعوبتي ليسوا جيدان بل يرغب إليه بلالكسيين بكين المهدى إليه ولاجي إسلام في المحاسين تسا صوم قطو ما كتاسوك لك بعضنا إلهي سبحانه وتعالى إنه مدى إسلام كأول مدائي وأي ذب ولا يرسعون مقدام جاراهان حال يرغب الملاها مثلا عربتا وإلهي الدجيين ماشي وحي يكسوا الدجيين وقد عربي الدين تيكسوا الدجيين إنه هجان ومدى مقداره قف في مصر المال يغب بايه أي كدن قضانا إذا المسلمين تم حال يرغب حديبا وحي الله يسجين إله قف مسلمين تيها الملكة المقصة صارا نبي يقول صلى الله عليه وسلم بقولك سنة إن الله سيبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها بقولك سنة إله أمد الإسلام في قصة صارا قف أمد أسبانيسية دين تكون مقن كيدي دين تكون مرد إسكاق السبتها لكن حبك لو قدق باي أي يدك اللي بايا قف ملك دفك الموالاية ودين تسوي قدق ملاها من أسبانيسية سايارة سايارة أيها الله يسوى صارا من تاسو حالة قفنا اللي نقوم كرتا جماعانا اللي نقوم كرتا هذا مثل هدين فيري بقولك سنة هدين سوى بافي كن صلاة بقلواتان يعفرتي أي الدولة الإسلام المسلمين تكبح حيث هذا التبرد الرهاتبين ربته الدولة العثمانية أي الذي يكون سهل بقى لغاتنا يفرتي ما قال لك أنه يكون سهل بقى لغاتنا يفرتي حاجة إلى سألك لما كل لغاتنا لا أحد يغسى الصلاة أفر سنة كبعني معنا هو بقوك سنة بقوك سنة المسلمين أنت استعمار قلان دولة دين الدين أي الرفاضين أي أنصار بافنا بقوك كبعني لا إنه مدى نص الصلاة قف دين تدري إسبانيسية أو سيرة هندية كبيرة والإيمان الإسلامي صلى الله عليه وسلم يقول بشارين مركو تمام سيا تاريخ يسوع الجواب دينته وأنتي لو يدي خير كنبي وحدا عن هاي السنة شر ما كدم بيسا ساحة على دوتها مركو سيقول خير ما كدم بيا هذا دقيقة يا كجرا كدب وحاكس الدم بيا وحل إلى الملك العدو بقرطوية يعني حتى كان يتمعنا دكتاتورية استبداد أيا كدم بيا كدب وحاكس الدم بيا الخلافة الراشدة على عهد النبوة خلافة توصل وصل وقت النبي وكدين توصل نوراته أيا وصل نوران دونتا ما بشارة من صلى الله عليه وسلم وين ما يسوى الله هنا دين تقول له برجارة لكن ذاك يوم برجارة لها إن أنا صد يارينا ودين تقول خدمينه وقف بيكفكر مستقبل كسيد دين تاني وانا قلنا دين تي يعني كلية هؤلاء غالفة الوقت هاي يعني سيادة يحكم كي يعزل أيو قبصان لهم إلا غير الشقية مكا بيادير كي يسوع تا بقول كاسنا هنا قبل ما هذا بقول كهذا سوى سوى سيدة أنا أنا هاي ما هانين واحد أنا أسبدره فقلبات كل سيء هايين أي نفتو هذا سيء ما بقاله سيء ما هذا الذي في عناء الشيء الجريمة حرية يسلام يعدالة ويهي بصر سنان واحد بقى لي بابي أنا وحال عركي هنا أو كاسي أي حي ببنا يكسو استعيان ونسير أيين منك رمتو هذا ما ينعهين إسلام كنا مدبة كمدة حلقة جراعي هذا واقع صنع ورانا يا أولا أن الحق بصنم بقالها أن صفرنا وخبرا يوين تلي سكرا مجالات لغة تعاون لها ومدى الإسلام كمدة يكرا مكانتها بمكو غير رسالة إليس برطان هل مرة إسكو مدى ركرات بمكو غير سلاح مران جناس وليشان إس الزيارتان إس بوغدان كدبنا لبكة بما إسكو دلو بل مكف كرا سينا قول له عالم الإسلام واحد جوغا ومن هديها لما إسكو كانوا أيضا كو غير إسكو دلو بقالوا غير إسكو دلو خبروا غير متعلمين تغير إسكو دلو محاكا سابح لها قول بحي نقول لها عد غير استابتا أنا أكل تاس لما كنا نسوم غطو وما ذلك على الله بعزيز يا اللي قلت لي دوري محل بشارة صلى الله عليه وسلم وحق وانا ببعي ومن دونتها
لكن وقتي أنا نسي وقتي بشاري سلا الباب لكن سير كل ما الله جد كي يلا هيا أنا بقول ده رصاص نلا يارو كارهان المبدأ اللي سو مارجنا ونسو دالنا أنت هذا يعني تاجن بالمصلحة ولا سرائيين أيانا هل بقول ده يارو وحي برات صناعي أبو راينا هل إسكت دايو مركب وصلاح ذي حدين إن حاجة خير كان الله استعماله حاجة شرط أنا إسكت دايو وعندك العين دفع قارقود وكسر كم إيسا وها يسوق قرايان أما سورنا يسوق قرايان إنه المسلمين ينكره محيالي وحي عن آل فالحون قف حساس ورا مثلا أما قف أما مسؤول أما قف يعني مركز قف ينكسنا أما قف كرا وانت أما قاوية نسجة منبا أما محايا هيري سكرة كبيران أما هدون من أهار الله كبيران هدون الله هيري مين كبيران أيوه حسكي سوقوان الصومان بيحا حسنين هار وحاهم ما ليس مكم وحاهم ليش أقول سمينا إن إحنا مراي قف كقرينين أولين وحاهم توافق ركعتا وقف من سن حساب تبي نبى مركب بلين دبل سوون بقول يا رب بلين رب جارهان وحاهم كل ليسي وحاهم قرسي وحاهم شرجرينيسي كل واحد هدي وحاهم ويهينا بن بيجي سياط قيد كتا هدي وح في عام ويهينا أجي كيساب قيد كتا مركب عاجب أنا إلى شقيسته بن بنا نبي بن بارين أيام نباهي تاسم لهيه waxaan kala soo qaadanay xubnaha qaybti labaad ah umadeena Soomaalida yaani muddo dheer ayaan dibaato ku jirnay markii la soo gaaray xilliyada kala wareeg oo midfaran fatro hore u soo jirtay oo maamulad ay dhamaanayso oo fatro cusub ay soo diyaarinayo khilaafaad badan ayaa soo shaac baxa hadalla badan ayaa la siiraahdaa waxaas wax cusub ma aha nabi sallallahu alayhi wasallam in la khilaafi doono nabiga ayaa sheegay in fayno man yacish minkum qofkii noolaado adduun sii jeeda فصورا من يعيش منكم فصورا اختلافا كثيرا اختلاف بلن كلا عرفت دوانا شاب بلن أيو أكدونا أيو حال اللي يكون دارنا يا إنا جدك يا فرعان إنا جدك يا خلفاء راشدين كنا فرعان ما كان ما كان يجوا هب معه مستمع ما كان يجوا وقت هب نص وكيا له أصل الحوار دور تشيء ليس مجرد يعني طريقة اختيار الحاكم ليست منصوصة نص كمان يا له كل لا بصدح أفر بينك أصبره لا قرن مجرته أفرت خلفاء الراشدين النبي صلى الله عليه وسلم جدك لما رأي إليه علينا مدى مدك كلا حبك الله دورت ويكد وياه وأفرت أولوبا اسكو حبي لما دورني أو بكر الصديق حبك الله دورتي وحبك خبه حفظ وقال ما وعها يعني مكة يعني النبي صلى الله عليه وسلم يديريري وحاش شريد قولني مجر أنصار يريم مثل كيبت مركز الحيرة لين أنصار صار نقفك نبي قبدلي لها أيها الشركة كجرة يا وحامق للمهاجرينتي waxaa soo aaday Abu Bakar Siddiq iyo Umar ibn Khattab iyo Abu Ubayd Amr ibn Jarrah saddexaas soo aadeen shirkay ka soo qayb galeen markaas la fariisteen waa la wada hadlay waa doodi ugu horeysay oo arrin siyaasi ah yaani muslimiinta dhaxmarta maxay leeyahay hore nabiga ayaa u noola wixii ay garan waayaan wixii ay isku qabtaan wixii maamul oo dhan nabiga sallallahu alayhi wasallam ayuu noqon jireen nabiga ayuu noqon jireen uu geeriyay hadda arrinta ayay ku soo banaanaatay sayyeelaya marka waa imanka tashiga sameeyo doodaas oo dhaxmarta asxaabta qof lagu ma caynayni qof yacni hadal xun lama dhihin sayyeelna ayaa laga tashaawirinaya markii dambe ansaar markii loo sheegay fadliga ay leeyihiin iyo say muhiim ugu yihiin diinta faafinteeda iyo inaan looga baarin dhankan la sheegay ay qabaa'ilkan carbeed qabiilka quraysh ee yidhaahdo meesha uu kaga yaalo oo nabigu uu ka soo jeeday oo ina yacni qof quraysh ah inuu hogaan noqdo ay dadku soo joogsanayaan ayaa waxay dhaheen marka seen yaalna waxay yaalay ansaar annagana midaan soo saarayna oo ansaare muhaajiriin haddaa tiina idinku la mid keena labadaa oo wada jira madaxa inoo noqday minna amiirin wa minkum amiir idinku la mid keena annaga miyaan keenaynaa sayid cumar intuu gacanta qabtay abubakar si uu intuu soo afjaro yagira ana abubakar an baycada siinaya oo u doornaya inuu khaliifata muslimiin noqdee igu soo faaca markaas way ku raaceen ansaartii iyo abu ubaydo la jiray muhaajir aha sidaasaa marka bilowdii hore saqiifatu bayse meel daash ama balbalaa oo qoladaa bani saacid ay leeyihiin ayuu shirka ka dhacay abubakar isku raacay laakiin dadkoo dhan ma wada aha oo asxaabtii oo dhan meesha kuma ay kulansanin intaa laguma jeedin misaalka la keenay arrintooda misaalka laga sheegay dadkii way wada waafaqeen way ogolaadeen marka qaybta hore waxay dhihi karaa sida loo yaqaan oo kale waa tarshiix in qof la soo sharxay la yidhaahdo qofkan ayaa ugu muran inuu hogaamiye inuu noqdo dadweynihii ama intii codaynaysa ee markaas codka iskalaan haddana way codeeyeen ay dhahaan waan ogolaanay qofkii la soo sharxay inuu hogaamiye maa noqdo sidaa inay noqoto mar walbana ogaada waxaa iskale awoodda inuu wax la doorto
oo qofka inuu xaakim noqdo ama madaxweyne noqdo ama hogaamiye u noqdo meesha laga qaato ee u ogolaato in saas laga dhigo waa dadweynaha, maxaa yeele dadka la xukumaya waa dadweynaha. Marka inay ayagu ogolaadaan oo ay qofka tafwiid ama u ogolaansho ay siiyaan oo ay dhahaan waan kuu ogolaanay adaan ku dooran waa laga maarmaan. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. صلى الله على سيدنا محمد.